على فكرة كولر كان متضايق منه جدا الماتش من اللي فات في الدوري، الماتشين، برغم انا لسه ماتش بقول له سيراميكا اللي فات ده على طول، واللي قبليه وحتى قال كده نصا، فاكر يا كابتن سيد؟ فاكر يا خضر؟ قال نفس نصا الحالة. ان ما عندش حد اسمه حاجز مكانه. ايوه يعني اتكلم على عبد المنعم بوضوح النهارده، عبد المنعم باين قوي ان في كور كتيره ميز باص منه لا مبالاه، دي مشكله. فارجو ان هو يرجع تاني زي شهر ونص شهرين اللي فاتوا، اللي هو مركز في اللي في كل كوره بيلعبها. ده بالنسبه لعبد المنعم، طبعا لا خلاف عليه ان هو مساك جامد، بس النهارده كان في خلل جامد قوي. علي معلول، علي طب ما دخلني معاك في عبد المنعم بس. اتفضل. اتفضل. لا لا صح، هو عبد المنعم، وخد رايك ملاحظه اقولها معانا. عبد المنعم بس انا نفسي، احنا عارفين ان هو لعيب كويس. ايوه. مش كل كوره هتوصل لنا ان انا اعظم سيرد باك موجود. يعني انت لعيب كويس، احسن سيرد باك موجود في مصر، بس انت مش لازم تقولها لنا بالباص نفسه. مش لازم الباص يبقى طالع انا ممكن اودي وشي الناحيه الثانيه. انت الراجل بتلعب سيرد باك مش صانع العاب. يعني العب السهل. النهارده في حاجات الشوط الاولاني الناس بتوع الكوره ياخدوا بالهم منها جدا. الكوره معاك، مفيش حد ضاغط عليك، بتعمل زياده عدديه كويسه جدا، وفي الاخر تروح عامل باص مصعبها عشان مصعبها على الناس. عشان مصعبها. خلي بالك انا ممكن ما العبلكش الباص، يعني العبه لك بس بعيد عن رجلك خطوه، او العبه لك في اتجاه غلط. فانا بصعب الكوره نفسها، فخليها سهله. يعني انت الراجل بتزيد بشكل كويس جدا، وكنت هتبقى مؤثر جدا في اداء الاهلي الشوط الاولاني بالذات، لان انت مفيش حد بيضغط عليك وانت بتعمل الزياده العدديه كويس. بس اعمل الباص السهل. احنا عارفين انت احسن لعيب ستوبر موجود في مصر، بس مش لازم رساله توصل في كل كره بتلمسها. مش كل كره بتلمسها. حتى اقول لك على حاجه، الدور بتاعك حتى الجول اللي دخل في النادي الاهلي، مجرد انت سبت الراجل عشان ما تعملش ضربه جزاء، بس هو انت ستوبر. يعني الطبيعي قراراتك لازم يبقى توقيتاتك صح. الكره اللي انت اتاخرت فيها الشوط وش الراجل، انت مأخر نفسك خطوتين وبعد كده اشتركت في توقيت غلط. دي برضو ما كل الحاجات دي، ما هي الخبره بتيجي منين وقوتي بتيجي منين. انا كلاعب جامد من تمركزي كويس، من تعاملي كويس في الملعب، وان انا السهل. الكره على فكره صعوبتها في ان انا العب السهل، مش ان انا العب الكره ووشي الناحيه الثانيه. لا، رونالدينو ده واحد لوحده، انما مش كل الناس بتلعب الكره كده. يعني لازم طول ما بتلعب السهل. مساك مش مطلوب منه كده على فكره. السهل بتاعك هو اللي بيخليك شكلك حلو طبعا. هو اللي بيخليك طبعا. فاكر افكرك بلعيب كابتن هاني رمزي طبعا. شوف الكره الباص كان بيطلع من رجله عامل ازاي، في توقيته شكله حلو وهو بيعمل الباص، انما هو ما كانش بيتمنظر بالكوره. فهي النقطه بس الامكانيات. يعني لا، انت لعيب كويس، هو عنده. ايوه هو لا هاني رمزي امكانياته عاليه، بس أيوة ما كانش عايز كل. لا اصل انت قلت هاني رمزي. لا لا معلش معلش، اصل لما يقول هاني رمزي لا كل يرجع ورا في الحته دي. ما فيش هاني رمزي في الحته دي، في الباص، في الستايل، في البتاع، يعمل اي حاجه. بس هو كان بيعمل ايه؟ كان بيلعب السهل. هاني رمزي كان لعيب جامد جدا، ورغم كده ما كانش عايز كان كل كره يبين يبين انه جامد جدا. مشكله. وبقت قوه هاني رمزي بقى من دي، يعني بقى اسطوره هاني رمزي. ده صحيح. من اللعب السهل. ايوه لانه كل سهل. حاجه سهله. مشكله محمد عبد المنعم في حاجه، وفي حاجه اهم حاجه فيها، ان هو ضامن ان هو بيلعب حلو بيلعب وحش بيلعب، ودي مشكله. ان هو قاعد هنلعب، يعني اي حد كجمهور او جهاز فني، طب هو مين اللي هيلعب مع متولي ولا مين اللي ملعب ولا ياسر؟ لكن ما حدش قال لمحمد عبد المنعم ان متولي وياسر يلعبوا مع بعض. ما حدش قالها، ولا مدرب ولا محلل ولا جمهور ولا اي حاجه. فاي لعيب بيبقى ضامن ان هو كويس وحش ان هو بيلعب، هنا من تبدا المشكله. وخصوصا ان انت ثقافتك ما بتستوعبش ده، بمعنى ان انت الثقافه بتبان في التعامل مع اللعيبه، بتبان في التعامل مع الحكام، بتبان في حاجات كتير قوي. انت لعيب كويس، بس انت هتقعد في الاخطاء دي لغايه ما تبقى لعيب مش كويس، لغايه ما احنا بنتكلم دلوقتي هتاخد من منك. طبعا اكيد طبعا. اكيد طبعا. طب كابتن علي معلول تقييمكم ليه؟ والله كابتن علي مفيش اقدر من الكابتن سعيد هيتكلم عليك كباك ليفت، بس انا هتكلم عليه ان علي عمل اللي ما حدش عمله في نادي الاهلي كباك ليفت او كمحترف جه. يعني كابتن سعيد معوض وجبرته ما عملوش كمحترف؟ ماشي. لا، وعلي عمل، وعمل علي برضو ارقامه طبعا في الاسيست وفي الاجوال اكتر من مني ومن جبرته. لان خلي بالك التوقيت مختلف، بس هو علي خلال الخمس ست سنين هو واحد من اهم اللعيبه اللي طبعًا دخلت طبعًا في تاريخ النادي الاهلي. طبعا واحد من اهم اللعيبه في الفرقه، حتى وهو بدون شاره هو واحد من الكباتن اللي موجودين في الفرقه. انما طب قول وماذا بعد؟ قول لنا لا وماذا بعد محتاج ايه؟ لا ما احنا مش هنقول دلوقتي يمشي ويقعد. لا مش يقعد،
ما احنا قلنا الكلام ده يحتاج من فترة. ايه علي محتاج ايه؟ تركيز اكتر؟ لا محتاج. علي محتاج يرتاح شويه. ايوه انت عندك فاينل كتره دي اسبوع. انا مش قصدي على بعد النهائي. بعد النهائي هنريحه ما تقلقش يا جماعه. ايوه علي النهارده كام اوفر عمله؟ كام مره طلع؟ ما هو السؤال برضو، ما هو انت النهارده هو لما مفيش غيره. ما هو مفيش غيره. بس انا هسالك ازاي يتسند من خط النص؟ ما هو انت برضو ممكن تكون انت مجهودك او مجهد شويه في ماتش ما، لكن انت برضو بتحصل المساندات تشيلك. وفي برضو وقت عادي ممكن ابقى لعيب مش موفق في مباراه عادي. يعني ده طبيعي في الكوره جدا، ان انا ممكن رتم الاداء النهارده مش في افضل حالاتي، ده طبيعي. وخصوصا لما يكون المدرب التاني عامل عليا ضغط في حته ان هو حاطط لي واحد في المكان ده. يعني خد بالك خصوصا إن حتى اما غير ونجم هو نزل لعب في الحته دي، في الحته دي انت فاهم هو هينزل يقرف علي. هي ما انما نقطه علي زي ما بيقول استاذ محمد في نقطه ان المسانده النهارده ما كانتش موجوده بشكل كبير عشان نص الملعب مش موجود. مش هترجع تاني. طبعا شفت الفجوه اللي انت شاورت لي عليها. قعدت اروح بتفرج، شفت الكوره بتضطر تلعب كور طويله طبعا لان ما فيش اصلا لعيبه موجوده في نص الملعب. انت مروان موجود واليو ديانج اصلا انت مش عارف هو بيتحرك فين، هو بيلعب على الطرف. وحمدي الطبيعي ان انت طالب منه ان هو يتقدم فهو بيتقدم، فوجود الاثنين قدام ده مفضلك نص الملعب بشكل كبير جدا. الدايره فاضيه حتى الناحيه الدفاعيه. انت الطبيعي قوه الاهلي كانت في ايه؟ في الثلاثه بتوع نص الملعب. حتى وانت بتدافع كل واحد، يعني مثلا ناحيه الشمال حد بيبقى مع علي، هو النهارده ما حدش موجود. يعني تمركزات لعيبه نص الملعب في النادي الاهلي هي اللي كانت مؤثره على اداء النادي الاهلي. كل الكور اللي راحت عليك خطر انت لعيبه نص الملعب اصلا مش موجوده، مش متمركزه اصلا، مش موجودين تحت الكوره، مع ان الطبيعي ان كلهم دول يبقوا تحت الكوره وقريبين. يعني لو كرة ناحيه علي لازم يبقى واحد قريب منه، ما كانش موجود برضه. هاني على فترات كان ساعات اليو دانج بيبقى قريب شويه وساعات كتير جدا مش موجود. انما طبيعي جدا في الكوره ان انا ممكن ابقى ماتش مش في افضل حالاتي، فده طبيعي ان انا بشوف علي من اهم اللعيبه في مباراه العوده. خد بالك يعني علي كمان مباراه الرجاء بدون قطع كلامك يا كابتن عبد الجليل اللي انت بتكلم عليها بتاع عبد المنعم، هو اللي عامل الكروس بتاع عبد المنعم بالظبط. يعني هو اللي عمل الكروس اللي بتاع السنه اللي فاتت بتاع مباراه 1-1 يعني تلعب منها بدماغه. فعلي من اهم اللعيبه. خد بالك انه المباراه بعد اسبوع بدماغه. المباراه يعني مش بدنيا اكتر من دماغه. المباراه بعد اسبوع انا شايف ان عادي، يعني طالما في المسافه دي اسبوع ده كويس جدا. بص 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 يمكن بس كابتن سيد معوض ناسي. انا رايي ان معلول طبعا من افضل الصفقات اللاعب الاجانب اللي اتعملت في تاريخ الاهلي، يعني حاجه يعني واحد من افضل الصفقات طبعا اللي من افضل طبعا. كابتن سيد من بدري قوي من اي حد متكلم بقى وانت راجع كلامك كابتن سيد قال ان معلول لازم يريح، وانت هاجمت كولر ساعتها اما كان ماتش في الدوري انا مش فاكر ايه قلت ازاي يلعبه وده قبل سان داونز قبل حد يفتح الموضوع ده خالص. ماتش المقاولين ماتش المقاولين كان بعدها سان داونز باربع ايام بالظبط. قال لك انا ما اقدرش ابعده عن قبليها لا وقال قبل الماتش يعني كابتن سيد قبل الماتش قال انا فاكر انا كنت معاه في الحلقه قال لازم يريح ولازم فده اللي بيحصل ده لا مجهد. ما هو الوحيد اللي ملوش بديل في الاهلي هو علي معلول. بس خليني اقول لك على حاجه، اخر 10 ايام هو كان بيلعب ماتش سيراميكا بس، الماتش اللي قبليه ما لعبش، لعب محمد اشرف متاخد يعني هو الراجل ريحه الماتش اللي قبليه. ايوه بعد ايه بعد ايه ما انت بعد ايه ايوه كابتن ما هو انت برضه هو السن ده مش معناه يقعد كل 15 يوم يلعب ماتش. الاستشفاء بتاع السن ايوه يا كابتن الاستشفاء بتاع السن يعني هو واحد عنده 20 سنه غير 25 ياخد وقت اسبوع كافي. ايوه يعني علي معلول عنده كام سنه؟ 32 يا كابتن سيد؟ علي 32 اظن 32 هو ما اعتبرش كبير بس عشان لعب كتير. طب انا معاك كتير. ما هو خد بالك هو الراجل ريحه الماتش اللي قبل سيراميكا كان طلع الجيش ولا كان ايه؟ هو ريح ماتش هو ريحه مع ان الراجل ما بيحبش يريحه. ليه؟ يقول لك اصل هو متعود. اللي قبل طلع الجيش كان ايه الاولاني؟ الثلاث ماتشات اللي هما كانوا في الدوري يعني اول ماتش لعبه في الثلاثه وبعدين ريح لعب امبي اعتقد الاولاني ايوه امبي وبعدين ريح طلع الجيش ولعب سيراميكا وبعدين لعب سيراميكا وبعدين كان طبيعي بعد ست ايام هو لعبه سيراميكا عشان ما يبقاش عشان لا هو لعب التشكيل الاساسي مش قعد اسبوعين مش قعد اسبوعين من غير ما يلعب يعني من امبي كان يوم كان علي صغير علي 33 خد بالك ان علي لما بيطلع في واحده او اثنين بيخلص لك واحده مش ده علي اللي كان بيطلع 7-8 مرات في الشوط. انا مش قصدي حاجه انا قصدي ان هو حتى شوف وشه مجهد في اخر 10 دقايق ما هو ده التركيز يا كابتن الكوره دي الاخيره
مش عشان جت جول. خد بالك انا كهربا مجهد وده برضو سؤال برضو ممكن نساله. لا هو كهربا مش مجهد مش جاهز. كهربا مش جاهز بنسبه 100%. يعني ما هو في حاجتين يبينوا ان انا تعبان، انا لو مجهد بلعب ماتشات كتير او انا مش جاهز بنسبه 100%، فالاثنين يوصلوا لك نفس الشكل. هو كهربا طبعا جه من الدار للنار فكتر خيره بالظبط. حسين الشحات كان واضح انه اخر 10 دقائق ربع ساعه بس. حسين وبيرسي تاو النهارده من افضل اللعيبه طبعا. ده حسين عمل الجولين اصلا وبيرسي تاو وصل فورمه. ده حسين نمبر 1.